تسعدني ان انا النهارده اقدم اخي الكبير وصديقي العزيز استاذ دكتور احمد بدر، استاذ طب الاطفال جامعه القاهره. طبعا هو غني عن التعريف، لحد ما الدكتور احمد يجهز انا بهني الاستاذ دكتور استاذي واخي الكبير او الاكبر استاذنا دكتور محمد هاشم على المؤتمر الرائع اللي كل سنه يعني الناس بتستناه في دورتينه الصيفيه والشتويه، واشكره مرتين بقى، مرة عشان بيجمع الكوكبة الجميلة دي من الأساتذة الأفاضل والزملاء الأعزاء، ومرة عشان بيدينا فرصة نستمتع ونستفيد بالمحاضرات القيمة جدا في مؤتمرات حضرتك دكتور محمد. بالتوفيق والنجاح دايما إن شاء الله. دكتور أحمد إن شاء الله معانا Growth in Children Rule of Nutritional Supplements. اتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سعيد بوجودي في المؤتمر الجميل، وبشكر أستاذي الدكتور محمد على الكايند انفيتيشن وعلى المؤتمر اللي هو كل السنة بيزيد الحقيقة. والحقيقة هو العنوان على Childhood Growth Nutritional Supplements، هل هي حاجة necessary ولا هي luxury أو لا؟ وهيبقى الobjectives بتاعتنا overview سريع جدا على الgrowth والdevelopment. الفينوتايب بتاعنا الشكل النهائي مبني على حاجات جينيتكس ولا حاجات انفايرومنتال ولا الاثنين، وهل النيوتريشن ليه دور ولا لا، وبعض الديفينيشنز المهمه يعني ستانتنج ويعني ايه ويستنج، وهيتخلل الموضوع حالات هتبقى بقدر الامكان انتر اكتيف. والحقيقه على ان المحاضره دهيت ما فيش اي يعني انترفيرنس وذ ذا ساينتفك كونتنت، هاويفر ات از هوستد باي بايو فارما كروس فورمولا، وهنحاول نعمل كريتيسيزم للبرودكت اللي موجود عندي. طبعا النهارده كان في حاجه الصبح كده وقت الفطار مصر والسويد الحقيقه، وانا سعيد جدا اهو يا فندم علم مصر اهو، الدنيا كويسه وزي الفل. الحقيقه في حاجتين مهمين جدا، اطوال كره اليد كانت ما بين 185 ل 190، دي حاجه تفرح تبسط. في حاجة تانية برضو لسه عارفها من شوية، ان كانت اسرع تسديدة كرة يد كانت من لاعب مصري لسه النهاردة رقم قياسي متحقق 117 مش عارف كيلو متر في الساعة، حاجة كده حاجة فظيعة لما تشوفها تخبط في الحيطة ما ترجعش يعني الحقيقة. ودي دولت يحيى الدرع. بس هو الفكرة ان دي احنا عندنا ناس كويسين بالرغم ان الستانتنج موجود في مصر، دي حاجة فعلا كويسة جدا عشان نعرف انه قد ايه ان احنا وي كان تشينج اور فينوتايب، ونقدر ان احنا نغير البوتنشال اللي يمكن الدكتوره منال قالتها في جينيتك وفي انفايرمنتال، ما نقدرش نلعب في الجينيتكس بس وي كان تشينج الانفايرمنتال فاكتورز اللي موجوده. وهبدا بحاله بس عشان برين ستورمنج كده، انا ليا المفروض 30 دقيقه بس. طيب في الحاله دي بنشوفها، والحاله دي يمكن بنت واحد زميلنا بره الموضوع بتاعنا خالص على فكره، 10 شهور بنت بريزنتنج بفيفر بقى لها 6 ايام من يوم السبت اللي فات، حراره عاليه ولا بتكح ولا في فوميتنج ولا راينوريا، والاير اكزامينيشن حلو. الحاجه البوزيتيف اللي موجوده سي ار بي حضرتك قري صح كام؟ 370، اي اس ار 90، باس سيلز 10 ل 12، مش الرقم الكبير اللي يعمل الفيفر دي بالرغم انها خدت انتي بايوتكس لمده 3 4 ايام ما تحسنتش. السي بي سي اللي موجوده عندنا دي راي حضرتك ايه؟ ما اتحسنتش بانتي بايوتكس. راي حضرتك السي ار بي ده هو الكي بتاعي، وات از ذا سيجنيفيكانس اوف ذس سي ار بي؟ ده معناه ان في عندي ما هي فيفر انفلاميشن ولا انفكشن؟ انفلاميشن اعم، انفلاميشن اعم، الانفكشن هو انفلاميشن في الاخر. طب السي ار بي العالي ده هو يعني انفلاميشن؟ ات از نوت اولويز انفكشن. وايه كمان؟ ما عندكش فوكس. وايه كمان؟ ما انت خدت انتي بايوتكس وما تحسنتش، وبالتالي نفكر في ايه؟ في الايرا اللي احنا فيها بقى دلوقتي، كوفيد. بالظبط كوفيد، بس الحقيقه مش كوفيد، لانه الكوفيد في الاطفال فيفر وكف تمام غالبا الاثنين. بس حقيقه البنت دي كان عندها اكسبوجر للكوفيد، ابوها دكتور تمام، من حوالي شهر شهرين حاجه زي كده. فبنفكر في ايه؟ اي حد سخن، طفل صغير بتعمل له ايكو،
وعملنا ايكو بنفكر كوزاكي في كارديولوجيست ماشي تمام زي الفل. طب عملنا الايكو في طلع دكتور محمد دايستوليك ديسفانكشن وفي ايكوجينيستي في الكورنيال في الكوروناري الانتما. فاحنا عندنا الكوزاكي احتمال وفي اللي طالعه جديد اسمها ايه بقى ميس سي. في ناس بتنطقها ميسي بتاع الكوره، لا لا هي اللي هو اللي هو المالتيبل انفلاماتوري سيستميك انفلاميشن يعني اوف تشايلد هود، وده قصاد الكوازاكي اللي موجود عندي. وهنا دي نقطه مهمه، وهل التفرقه ما بينهم مهمه؟ It is very 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 important، لانه العلاج لو هو كوازاكي هيبقى mainly IVIG، ولو هو ميس سي هيبقى ميثايل بريد. وهل مهم ان احنا نفرق ما بين الاثنين دولت؟ مهم، مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا. اي في اي جي قد ايه والسوليو او الميثايل بريدنيزولون يعني قد ايه؟ البنت ده هي تشخصناها كده خدت الميثايل بريدنيزولون فعلا فعلا خدته بالظبط امبارح الساعه 1 الظهر، من ساعتها ما فيش اي سخونه لغايه دلوقتي وربنا يتم لها بخير. كوازاكي بنخاف منه عشان الكورونري، لانه هتبدا حياتك وانت طفل بحاجه بعد كده ودي كرايتيريا بتاعه الكوازاكي للتذكره. الكونجنكتيفايتس من الحاجات المهمه جدا فيها، ودي الصور اللي موجوده سريعا مش هضيع وقت. الكونجنكتيفايتس ما تنساهاش، مفيش امراض كتير بتعمل بايلاترال كونجنكتيفايتس على فكره مع حراره، مفيش كتير يعني. طيب وجت ليه كوزاكي اصبح موضه؟ الكوفيد عمل له ستيميوليشن، يمكن احنا ما نعرفش كتير عن الحاجات، بس في دلوقتي بقى وتلاقي الحاجات نوفل فيروس ونوفل كيس وحاجات كتيره بالشكل ده. طيب عشان برضو نكون قفلنا القصه دهيت ونبدا في موضوع المحاضره بتاعتنا، المس سي لو بصيت هتلاقي حراره 24 ساعه واكتر بدون اكسبلانيشن واضح، مع فيفر احنا قلنا، مع لاب، كل اللاب اللي حضراتكم بتطلبوه اي حاجه منه عاليه خلاص ده منه، والمالتي سيستم افكشن كاردياك رينال جي اي اي حاجه من الحاجات دي، في وجود هيستوري او بوزيتيف انتي بوديز موجوده عندنا. ده الميسي، الميسي مكتوب على فكره في اوفرلاب بينه طبعا، سوري انا هرجعها تاني عشان الميسي في اوفرلاب بينه وبين الكوازاكي، وعشان كده البروتوكولز بيقولوا بينعالجها باي في اي جي، بس صدقني حضرتك البراكتس بتعالج بالميثايل بريدنيزولون وبيدي اكسلنت ريزلتس، وبالتالي بتوفر على العيان الاي في اي جي اللي هو الحاجات الكتيره. طيب دلوقتي نبدا بقى في حاجات بتاعتنا من الحاجات المهمه. الحاله دي حاله حقيقيه، 8 سنين بريزنتنج بيرسيستنت هيدك، وعنده دلوقتي فوميتنج وفيتالي كويس وما عندوش نيورولوجيكالي اي حاجه. عملنا له فندس، طلع الفندس فيه بايلاترال بابيليديما. وات از يور دايجنوزس؟ سي تي برين طلع نورمال. طالما بابيليديما يبقى فيه انكريز انتراكرينيال تنشن، وذاوت تيومر يبقى ده سودو تيومر سيريبراي. سودو تيومر سيريبراي من الحاجات اللي ليها اسباب كتيره قوي، ودايما اي حد داخل اي امتحان بنقول ان الاسباب بتاعته صعب قوي ان انت تربطها ببعضها، مالهاش اي حاجه من الشرق على الغرب. الانيميا تعمل والبوليسايسيميا تعمل، الفيتامين ديفيشنس تعمل والهايبر فيتامينوزس تعمل، كل الحاجات ده هي تعمل. العيان ده لما خدنا هيستوري لقينا ان هو دي البابيليديما بتاعته، خدنا هيستوري ان كان بياخد مالتي فيتامينز، وبالتالي كان الفيتامين اللي موجود كان فيتامين اي اكسس بيعمل القصه دهيت. وما تنساش ان فيتامين اي حضرتك كان فيه 100,000 و200,000 وارقام كبيره بتتاخد بالحاجات دي. المسج ان انا لازم اي سبلمنت لازم اقراه، مش جاي لي فيتامين من الخارج اديه للطفل اللي عنده اديهوله، لا مش قضيه، لازم تبقى عارف ده بالظبط فيه ايه. والصوره دهيت برضو ايه الصوره دي؟ حتى لو حضرتك ما تعرفش السونار دي بس فيها كالسيفيكيشن، ده بيحصل من الابيوز بتاع فيتامين دي والاكتيف فورم اوف فيتامين دي ابيوز. الصوره دي يا ريت حضراتكم ما نشوفهاش النيفروكالسينوز، وبالتالي وبرضه عشان يبقى بالشيء بالشيء، عندك كراش فوق وتحت، عند الجي اي تي من فوق ومن تحت، يبقى عندك حاجه في الـ في الـ في الـ في البريفريز في الاكرو اللي هو الاكرو ديرماتيتس انتيروباثيكا اللي تتحسن على طول لو انت اديت زنك، وبالتالي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها مهمه. الاطفال يمكن فرقهم عن الكبار ان هو اهم فرق جروث، وجروث از ا كونتينوس بروسيس، حاجه شغاله طول العمر، بس مهم جدا نبقى عارفين ان اكتر فترات النمو بتبقى موجوده امتى؟ في اول سنتين ويمكن من في بطن الام، وبعد كده الريت بتاع الجروث بيقل
ويرجع يزيد تاني مع البيوبرتي اللي موجودة. نقطة مهمة جدا، فترة النمو الأولى بتعتمد مش على الهرمونز، تعتمد على حاجة اسمها سبستريت افيلابيليتي. يعني ايه سبستريت؟ نيوتريشن، انت بتاكل ايه، بقى شكلك ايه، وبقى وزنك ايه. في الاول في شويه طبعا انترفيرنس مع الهرمونز وكده، ولكن ده مهم تبقى عارف ان هو سبستريت. وبالتالي الاطفال اللي عندهم ايفن سيفير جروس هرمون ديفيشنسي ويل بي بورن وذ ا نورمال هايت اند لينث، وبالتالي ملوش هرمون، ملوش اي تاثير قوي يعني الجروس هرمون في الفتره الاولانيه. طيب بعد كده الاسبكتس بتاعت الجروس عندي حاجات كتيره قوي، ودي كلها محتاجه تبقى ميجر بطريقه، ويمكن الدكتوره منال قالت عليها حاجات في القصص دهيت كلها. والويت مش هضيع وقت اقول ان النورمال ويت في اول 4 شهور وتاني 4 شهور وتالت 4 شهور، تلات اربع نص ربع كيلو في الشهر، ده المعدل الطبيعي. طيب لما انا بقيس الجروس ده افضل انديكيشن وافضل كومبوننت للنيوتريشنال اسيسمنت. طالما انت بتكبر يبقى انت بتاكل بشكل مظبوط، تمام؟ عشان كده مش دايما لان في بعض الامراض زي الازمه مثلا لو هي مايلد مش هتاثر على النمو، ولكن لو لقيت النمو متاثر لازم تدور على حاجه، لازم تدور على امراض زي مثلا سيستيك فايبروزيس، كونجنيتال هارت، رينال ديس اوردرز، حاجات زي كده. بس برضو ما ينفعش ان انا استنى الجروس لما يبقى متاثر عشان اقول ان انت مريض، والا هتبقى تو ليت. وبالتالي دي من النقط المهمة، بقيس بديجيتال والطفل بيبقى بدون هدوم، يعني على حسب لو هو بيبي خالص أو أكبر يبقى بالأندروير بتاعته، باخد الستاديومتر ويبقى الطفل باصص زي ما الدكتور منال قال في الفرانكفورت بلين اللي هو ما بين الإير هول واللور بوردر وذا آي سوكت، يبقى الحتة دي تبقى بارالل للجراوند، دي اللي اسمه ستاديومتر. انفانتومتر محتاج 2 بيقيسوه، وكلمة كده هل في فرق ما بين الهايت واللينث بتاعنا؟ الحقيقة اللينث بيبقى أطول ولا أقصر من الهايت؟ أطول بقد إيه؟ بتقريبا بسبعة ميلي بوينت سيفن. طيب ابني ما بياكلش كتير بصراحة، أول لما الواحد اتخرج وكده كان السؤال ده ما بنقدرش نجاوبه، بس بقى زي فكرة الكوليكس اللي الناس بتحاول تعالجها ومش عارف مين اللي بيعمل إيه، بنقول ان افضل حاجه ان انت تعمل جروس شارت عشان تقنع هذه الام ان احنا ان ابنك ده كويس. اي جروس شارت، بس اللي احنا بنستخدمها اللي هي الاولانيه البرسنتايل، هي جروس شارت دي اللي احنا بنستخدمها وبنشوف الطفل ده هو، عشان تبقى بس للكلمه لو هتستخدم الزد سكور تبقى عارف ان تقريبا على الفيفتث برسنتايل ده الزيرو. امال اللي يهمني بقى اللي هو الماينس 2 اللي هو الثيرد برسنتايل، والبوزيتيف 2 اللي هو ال 97 97th percentile. بس في الاخر محدش او قليلين دكاترتنا طبعا اساتذتنا في الاندوكراين بيستخدموه، انما احنا في عيادتنا بنستخدم ايه السنتايل ويكفيك كده. طب الفيلوسيتي شرحه برضه، بس في نقطه مهمه جدا عشان محفظش كتير، لو الطفل بيزيد في الطول اقل من 4 سنتي في السنه it should be monitored investigated، تسال تشوف. ولو الوزن اقل من كيلو في السنه برضو القصه دي. طبعا البتاع دي رف، بس يعني رف فيجر، بس هي تصلح لكل الاعمار، وبالتالي دي اللي انا بقى فاكرها. طبعا هنا الفيلوسيتي جروث كيرف مهمه وكل حاجه، بس احنا ما بنستخدمهاش قوي، ده النورمال. طيب يعني لو انا لقيت ان طولي بالنسبه لسني قليل يبقى ده انت ستانتد، يبقى قصير. طب لو انت وزنك بالنسبة لطولك قليل يبقى أنت wasted. طب لو أنت وزنك بالنسبة لسنك قليل يبقى أنت underweight. طيب يبقى هي دي الحاجات المهمة. أي حاجة غير النورمال معها زيادة morbidity ومورتاليتي، ده بالإيفيدنس وبالإحصائيات وبكل حاجة. طب مهم جدا مين الأكيوت كونديشن والكرونيك كونديشن تأثر على إيه؟ لو أنت stunted اعرف أن أنت عندك مشكلة إيه؟ كرونيك. عشان كده لما نلاقي مثلا منتخب بلد معين وكله قصيرين وبتاعات وكده اعرف ان في مشكله كرونيك في القس. طب الويستنج، لا الويستنج يحصل من جاسترو انترايتس قاعده معايا يومين ثلاثه اربعه شهر هتبقى كده. طب الاندر ويت الاثنين للاسف اكيوت وكرونيك بيعملوا القصه دهيت بطرق مختلفه كده. طب احنا دورنا في مصر وشكلنا في مصر غير طبعا منتخب اليد والقصه، بس ربع الاطفال ستانتد، ودي حاجه بايخه جدا، وده معناه ان هم متعرضين لحاجات وحشه لفترات طويله. الويستنج 8% والاندر ويت 6%، ودي احصائيات على فكره للاسف انها مش قديمه قوي.
الستانتنج ده يأثر طبعا يأثر على المينتال ديفلوبمنت ويأثر على البرودكتيفيتي ويأثر ايكونوميكالي تمام ويتورث من جيل للتاني. وهنا ما فيش صوت يبقى اعلى من صوت الايكونومكس فلوس. لما تنفست وانت صغير شوف لما تنفست وانت صغير تعمل الريتيرن قد ايه حلو. طب لو انت هتنفست في واحد مثلا كبير زي مثلا هتبص تلاقي ان الانفستمنت ايه هتستفيد ايه فتنفست في النيوتريشن بدري الاجابه اه. ليه؟ عشان كل الحاجات الكوجنيشن والسكول بيرفورمانس والفيوتشر برودكتيفيتي. الموضوع لما انت بتاكل كويس بتفيد نفسك صح وعيالك واحفادك والعكس بالعكس تمام. وافضل حاجه من التاريخ الداتش فيمنز اللي هي المجاعات اللي كانت في هولندا اثرت وعملت لونج تيرم سيكوال على الحاجات. ويمكن اطول الدراسات الابيديميولوجيكال ستاديز كانت في الحته دي. يعني شافوا الناس اللي كانت في الاربعينات من القرن الماضي عيالهم واحفادهم وعيال احفادهم ولقوا ان في حصل زياده في الاوبيزيتي وتايب 2 دايابيتس والكوروناري والحاجات ده هي. ليه؟ لانه البيبي او الست اللي كانت اتعرضت لنيوتريشنال افكشن في وقت المجاعات في بطنها بيبي البيبي دي اتأثرت والبيبي دي عندها اوفري اتأثر اللي هي لسه هتولد. وبالتالي انت بتتكلم ان حاجة اسمها ترانس جينيريشنال. يعني ايه ترانس جينيريشن؟ جيل ورا التاني. وبالتالي دي من النقط المهمة. الفولترينج جروث او الفيلير تو ثرايف اساسا بيأثر على الويت. وهنا هنقول الحقيقة ايه ثلاث حالات نشارك بعض حضراتكم فيهم. 5 شهور ولد presenting بفوميتنج وكف since the age of 2 weeks we received many courses of treatment بقى بانه نيمونيا انه ازمة حاجات زي كده. بيعدي تقريبا 7-8 مرات stools في اليوم والبراز بتاعه كان فيه فات موجود وعنده دلوقتي وزنه 4 كيلو بالرغم انه هو مولود والوزن بتاعه كان 2 كيلو 800 وهو دلوقتي 5 شهور. chest كان مليان scattered wheezes وcrepitation وbronchial breathing. albumin 2 ده قليل خالص. كوليسترول قليل ودي من الحاجات اللي تقول لك ان في افكشن للنيوتريشن والابسوربشن. والستول كان فيها فات جلوبيول باينه. وات از ذا موست ابروبريت دايجنوستيك ستيب حضرتك عاوز تعملها لما تلاقي افكشن للجي اي تي مع افكشن للتشست؟ هيبقى طبعا سويت كلورايد تيست. ايه الكيز بتاعت القصه دي؟ فيلير تو ثرايف وجي اي تي وحاجات زي كده. طب الحاله الثانيه 6 شهور بنت بريزنتنج بديهايدريشن بترجع 2-3 بدون دايريا وكان عندها فيفر برضو عندها فيلير تو ثرايف 4.5 كيلو مايل ستونز كويسه بتجيب اديكويت اماونت اوف يورين. ودي نقطه مهمه جدا بالرغم انها ديهايدريتد ما ده غريب. والصوديوم بتاعها 165 هنا انت تقدر تقول الدايجنوز. 165 صوديوم عالي مع نورمال بلاد جازس مع نورمال بوتاسيوم. ايه راي حضرتك الحاله دي تمشي ايه؟ دايابيتس انسيبيدس. دايابيتس انسيبيدس هي مش ار تي اي ولا بارتر ولا شيبس هي دايابيتس انسيبيدس. دكتور عبد الملك تمام مظبوط جدا. ودايابيتس انسيبيدس يعمل فيفر. الديهايدريشن اللي تعمل فيفر خلي بالك. التريتمنت بتاعنا على حسب هي ايه. هل ان البيتيوتري جلاند ما طلعتش ولا الكدني ما اشتغلتش سنترالي يبقى ده اسمه بريسن ده العلاج. طيب ولو بريفرال نيفروجينيك امايلورايد اللي هو دايوريتيك بالرغم ان هي عندها دايوريسز ودي حاجه اسمها بارادوكسيكال ايفكت. طيب وده سؤال الدكتوراه. خلاص خلاص يا دكتور الديهايدريشن اللي بيتعالج ماشي 100 100. طيب 6 شهور بنت بريزنتنج بفريكوينت ده نفس الحاله اللي فاتت وفومت بدون دايريا وفيفر وزنها وقت الولاده 3 ووزنها دلوقتي 4.5 بعد 6 شهور نورمال مايل ستونز موجوده عندي في هيستوري اوف بولي هيدرامنس. ودي قيمه الهيستوري اللي موجوده هيستوري اوف بولي هيدرامنس. وهي دلوقتي بتجيب بول كتير يبقى اكيد الموضوع فيه بوليوريا. بوتاسيوم قليل وبلاد جازس فيها الكالوزس. وات از يور دايجنوزس؟ هيبقى بارتر سندروم. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ احنا بنقول حاجات بيبقى فيها فيلير تو ثرايف عشان قصه بس الفيلير تو ثرايف تكون موجوده في بالي. دلوقتي هيبقى ليه للسبلمنتيشن والعنوان ده مهم جدا نيسستي او لكجري. هل الاطفال المفروض ياخدوا سبلمنتس ولا لا؟
الحقيقه ايه راي حضراتكم؟ هل المفروض ادي سبلمنتس ولا الدكتوره ان هي موجوده بس مش هاخد رايها دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. المفروض ان الناس تاكل ولا راي حضراتكم اخد سبلمنت؟ المفروض ناكل بالظبط كده، تمام. هو ذا بيست سورس فور نيوتريشن. بايو فارما هتضايقوا مني؟ لا مش هيضايقوا طبعا، لان ده الطبيعي، تمام. اخد هيلثي وبالانسد وكل الحاجات ده هي وحاجات ميكس ومفروض ما اخدش على فكره فيتامين حتى، المفروض يعني، تمام. بس ايه راي حضراتكم في البوكس اللي بعد كده ده؟ هو في حاجات كتير عندنا الافيلابيليتي بتاع الهيلثي فودز، مش بقول فودز، هيلثي فودز ببروبر فرايتيز، الجي اي تي ديزيزز، البيكي ايترز. ابني هيحضر محاضره الدكتوره نهال مش كده؟ اه طيب. بيكي ايتر غلس وسخيف، هو ابني بس اهو بقى. ريستريكتيف دايت هنعمل ايه؟ ريستريكتيف دايت الفيجنز والفيجيتيريانز. حد يعرف الفرق ما بين الفيجنز والفيجيتيريانز؟ الاثنين ما بياخدوش حاجات نباتيه، بس مين الاعنف؟ الاعنف اللي ما ياكلش الحيوان ولا منتجاته. يعني البيضه دي حيوان ولا مش حيوان؟ البيضه مش حيوان، بس بس منتجات. الفيجن ده ما ياكلش دي، فيجيتيريانز ياكل الايه؟ المنتجات بس. كرونيك ديزيز. طب نشوف الاستاتستكس بقى على ارض الواقع ونشوف اطفالنا والاطفال بياخدوا ايه. ودي انه بصفه عامه في الايرلي تشايلد هود البور دايتس ارقام مخيفه جدا على فكره، ودي اليونيسيف 2019. 44 من الاطفال، 44% ما بياخدوش فروتس ولا فيجيتابلز، 60% تقريبا ما بياخدوش حاجات انيمال اوريجين، سواء بقى هم بيكي، سواء هو ما فيش اويرنس، سواء كذا. واحد بس من الخمسه، يعني 20% هم اللي بياخدوا الفرايتيز اللي مطلوبه من الفود جروبس المختلفه اللي عندي. البور فاميليز اللي موجوده والبوفرتي اللي بتخليه غصب عني الكواليتي اوف فودز تبقى قليله، تمام. كل الايتيمز دهيت مهم. طب بص على الاحصائيتين دولت كمان، واحد من الثلاثة دولت not getting the nutrition the proper nutrition اللي هو محتاجه عشان ينمو بطريقة مظبوطة، يعني التلت ده كتير قوي. والكلمة اللي كانت برضو سؤال الدكتوراه في الأزهر، hidden hunger. hidden hunger اللي هو الفيتامينز والمينرالز والمايكرونيوترينز، واحد في الاثنين عندهم hidden. 50% من الأطفال عندهم hidden hunger، يعني ده معنى، دي أرقام مخيفة جدا، ودي 2019 مش من 90 سنة يعني، تمام. والأندر نيوتريشن بيمثل جزء كبير جدا من الوفيات في الأطفال، ونقدر نمنعه، نقدر نمنعه عن طريق إن إحنا لو بصيت دي في اللانسيت، دي قديمة شوية بس preventable causes، هتلاقي بيركز على البريست فيدينج it is a nutrition والكومبلمنتري فيدينج بطريقة صح بالفود جروبس الصح، تمام. وبعض المينرالز والفيتامينز ده بيمنع المورتاليتي. الإجابة آه. افتكر ان your phenotype is not only related to the genes, it is related also to the environment. ودايما الكلمه الفلسفيه اللي انا بحبها قوي، ان لو احنا بس genetically determined ربنا ما يحاسبناش. ليه؟ ما انت جيناتك كده، تمام. اذا انت مش هتقدر تغير. Can we change our genes؟ الاجابه اه. نقدر نغير الايفكت بتاعها عن طريق حاجه اسمها epigenetics. ايه الepigenetics؟ اللي هي اعلى من الجينز، اللي تفتح جينز وتقفلها، اللي هي عن طريق الانفايرمنت. طيب ايه الحاجات الepigenetic factors؟ واحده من الحاجات دي، ودي احد الستاديز واحد الليتريتشرز، بتقول ان 80% من الفينوتايب بتاعك ريليتد للانفايرمنت، واهم حاجه فيها اللي تايه بالخط الكبير النيوتريشن. يبقى اذا النيوتريشن اقدر اغير بيه الفينوتايب بتاعي. اه، وهدي لحضرتك مثال حالا. النيوتريشن ده علم رهيب وغريب، وفي اول يمكن سنتين من العمر فيري كراودد، بيعدي الطفل في حاجات كتيره قوي، من رضاعه طبيعيه وكومبلمنتري فيدنج وسبلمنت وحاجات كتيره قوي، تمام. فيري كراودد جدا كده. ذا رايت نيوتريشن في الاول، ده اللي هو هيرسم خارطه الطريق ليك بعد كده، وده اللي ليه علاقه بالامراض اللي هتجيلي على كبر، من اوبيزيتي، من تايب 2 دايابيتس، من حاجات كتير، جاست بالبروبر نيوتريشن. البرين لما بيتولد الطفل بالبرين بيبقى كده، وبعد شويه يبقى قد الادلت برين قد كده. الزياده اللي حصلت دي هتبقى ريليتد لايه؟ نيوتريشن. الاولانيه كان جين لغايه ال 400 جرام دولت، وبعد كده نيوتريشن. طب لو انت ما اتغذيتش كويس للاسف هيبقى عندك مشكله كوجنيشن،
وللأسف المشكلة دي هتبقى reversible ولا irreversible؟ للأسف هتبقى irreversible. ده الكوجنيشن، ده كل الحاجات دي، المهارات انت بتعملها بسبب الديفلوبمنت اوف ذا برين. وتاني بقول لانه دايما بننظر للحاجات اقتصاديه، هتنفست في مين؟ هتنفست في طفل صغير ولا واحد كبير في النيوتريشن؟ هينفست في طفل صغير في الاول، هينفست. طب بنشوف بقى الاستاديز اللي اتعملت. الحقيقه في فيتنام عملوا حاجه كده على الاورال نيوتريشنال سبلمنتيشن وتأثيرها على الجروس في الأطفال الفيتناميين. خدوا أكتر من 100 طفل وبعدين عملوا لهم، كانت مدة الدراسة هي بروسبكتيف ستادي 6 شهور، لقوا إن في حصل significant increase in the height and weight و40%، الرقم كبير جدا على فكرة، recovered from the stunting. قد إيه المدة؟ بتكلم على 6 شهور، تمام؟ يبقى معنى كده إن الأورال نيوتريشنال سبلمنتس اللي موجودة بتزود اللينير جروث، بتقلل الانسيدنس والبريفلنس اوف ستانتنج ويستنج واندر ويت، ودي بالستادي اللي موجود. ده كمان لقوا إن هي بتقلل الانسيدنس اوف upper respiratory tract infection لما للنيوتريشن من دور في الاميونيتي، وبتقلل الريكيرنس اوف such infection. وقالوا ان الموضوع ده يمكن بيزيد من اليوم العاشر من بداية ان انت بتاخد الأورال نيوتريشنال سبلمنتس. الحقيقة لما احنا بنتكلم على برودكت زي الجروس فورمولا، لما مع اول احتكاك مع الفريق، الحقيقة كان السؤال بتاعي لازم ان احنا نقارن الحاجات اللي موجودة باور ريكويرمنتس اللي موجودة، والحقيقة دي الريكويرمنتس بتاعتي. الريكويرمنتس بتاعتي في من سنه لثلاثه، من 4 ل 8، من 9 ل 13، ده اللي موجود عندي. لما هعمل السيرفنج اماونت اوف جروس فورمولا هتديني تقريبا في 100 سنتي، انا بحط معلقتين كبار عشان هوصل لكده. لو بصيت حضرتك هتلاقي تقريبا انها بتديني نص الريكويرمنتس لو انا خدت السيرفنج اماونت، which is كميه قليله مش هتأثر على الابيتايت، مش هتملى معدة الطفل، وبالتالي هقدر اديله الريكويرمنتس بتاعته في حاجة زي كده. يبقى بمجرد لما طفل يبقى بيكي ايتر يفتح بقه واديت له البتاع دي، انا كده خلاص نص اليوم، النص التاني هقدر اكمل. مش هقدر اعتمد عليك اونلي نيوتريشنال سبورت، اكيد لا. وزي ما اتفقنا من الاول، ذا ايديال ان انا بعتمد على الاكل بتاعي ان انا اوصل للقصة دي، بس لما يبقى الاكسبشنز اللي موجوده واللي انا هعيدها على حضراتكم، من كاتش اب جروث بعد ريكفري من انفكشن، ده مش بس بعد ريكفري اوف ده اثناء الانفكشن. طب ايه اخطر مشكله؟ ويمكن اتناقشت مع الدكتوره نهال، الانفكشن محتاج ان انا ازود فيه الريكويرمنتس بتاعتي والاكل بتاعي لازم ولا لا؟ الميتابوليك ريكويرمنتس بتزيد ديورنج انفكشن، الاجابه اه. يعني المفروض اكل يزيد، الاجابه اه، بس هل هو بيزيد ليه؟ في نقطة مهمة جدا اسمها ايه؟ أنوركس، تمام؟ وبالتالي كل الحاجات دي هتبقى indications ان انا استخدم oral nutritional supplements من appetite، من low energy intake، من illness و recovery قبل وبعد الجراحات، التروما والكانسر والبيرنز، وفي الاي سي يوهات الدكتورة نوران، الحاجات دي كلها، والناس السي بي اللي هم neurologically affected بيحسن الاميونيتي. وبالتالي هو ده دورك، تختار هتبقى في اي سكه من النيوتريشن من الاول. النقطه دي مهمه جدا، وافتكر يو كان تشينج يور فينوتايب باي تشينجينج ذا انفايرمنتال فاكتورز. وهنهي بالمثال المشهور جدا، ان احنا عندنا في خليه النحل حاجتين، وركر شغالين وملكات، والاثنين هي ما اتولدتش ملكه على فكره، ها، ولا شغاله، هي اتولدت بايدنتيكال كلونال نيتشر، ده زي ده في الجينز. طب مين خلاها تبقى ملكه وبقت اطول واكبر واوفرز شغاله وتعيش فترات طويله وفيرتايل سنين 4 سنين، والثانيه اللي ما كلتش كويس 6 اسابيع بس؟ المثال ده حطه قدام حضرتك في كل الحاجات، قد ايه النيوتريشن والانفايرمنتال فاكتورز ممكن ان هم ياثروا في حياتنا. وشكرا لحضرتك. شكرا دكتور احمد على البرزنتيشن الرائع الجميل، بس يعني الاسئله بس الدكتور محمد ماكن عليا. اتفضل يا فندم. هتعملوا سحب دلوقتي؟ بالنسبه لبنت الدكتور اللي انت قلت عليها في الاول دي، احنا بس عايزين نزود لها اي في اي جي بعد اذنك والاسبرين، وتعمل لها ايكو بعد اسبوع، بس ده اللي انا عايزه. لا المانع ياخدوا الاثنين بقى. ماشي. لا تيجي لحضرتك. ونبدا ان شاء الله الجلسه الجايه. اتفضل.